طب انت شايف ان ايه اكتر عمل تلفزيوني حقق نجاح مع الناس؟ بالنسبه لي انا حري. كان انت شايف ان ده اعلى حاجه حققها؟ كان قبل كده الزوجه الثانيه. كان عامل برضه نجاح مش عادي مع الناس، انا بلمسه في الشارع وانا ماشي في الشارع طبعا. الناس مثلا لحد دلوقتي في ناس بتقابلني وكلمنا عن العمده في الزوجه الثانيه. كان حاجه تخوف وقتها ان انت الشخصيه بتاعت صلاح منصور دي يعني اتعملت في الفيلم وكان نجحت قوي. مش عارف انت قلبك جابك انك تخش تعملها ازاي. الفكره في حاجه وحاجه مهمه جدا، انا ما كنتش بعمل شخصيه الاستاذ صلاح منصور، انا بعمل شخصيه العمده عثمان. يعني زي ما اتعلمنا كده في المعهد مثلا، يعني ان انت ممكن تعمل هاملت، انا ممكن اعمل هاملت، هو ممكن يعمل هاملت، حد بره بيعمل هاملت، يعني 100,000 حد في دماغه الشخصيه وعملها. اوكي فلان نجح فيها جدا، بس انت مش معنى ان هو نجح فيها انك ما تعملهاش. لا طبعا، بس انت داخل مقارنه. ما انا عارف ان انا داخل مقارنه، بس انا ما بقلدوش او ما دخلتش في سكته، ولو دخلت في سكته هضيع. ده طبعًا حاجه فظيعه جدا. استاذ صلاح منصور الله يرحمه طبعًا ممثل وعمل الدور ده بشكل غير عادي يعني. طبعا. وانا كنت بقعد اتفرج عليه يعني، وما حلمتش حتى ان الدور ده يجيني. يعني لما انت بتسالني بتحلم بيه، انا بقول لك انا بحلم في المتاح مش باللي مش موجود، في المتاح. فلما الدور ده جالي انا، وعلى فكره الدور ده جالي على الهوا، هم كانوا بيصوروا بقالهم اسبوع مثلا، وكان معاهم ممثل وبعدين اعتذر عشان عنده مسلسل تاني ومسلسل تالت والحاجات دخلت في بعضها، فاضطروا يكلموني. فانا رايح على الهوا تقريبا، انا ما قريتش السيناريو كله، ما عشتش الحكايه. ما عندكش العقد، فكره عقدة ان انا الدور كان مترشح في حد فما اروحش أو لا 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 لا، انا استاذنته، انا كلمته استاذنته. بس انت ما عندكش العقد بتاعه ان انا لا اصل ده مش ده ما جيش على الهوا، اصل ده ما دور حد، انا ليا اسمي في ناس. لا عندها العقد. لا لا لا، ما عنديش الحاجات دي. وبعدين في الاول وفي الاخر كل حاجه نصيب طبعا، وبما ان انا عملت الدور ده فهو نصيبي طبعا. فحتى لو انا كنت مش عايز اعمله هعمله، وحتى لو كنا هو عايز يعمل الدور مش هيعمله. وهو كمان فاجئني ان انا ما بقول له انا معروض عليا الدور الفلاني وانت المفروض كنت بتعمله وكده، فقال لي جو هيد وانا متاكد انك هتعمله احسن مني. احرجني جدا. طب واكتر فيلم سينما كان فيه بس نقطه تخليني ما اعملش الدور، ايه بقى؟ لو هو عايز يعمله، يعني لو في مشكله ما خليته مشي بس هو عايز يعمل الدور، هو مكمل يعني. لا يمكن اعمله، ما تاخدش الشغل حتى. لكن طالما هو مش عايز يعمله او هو مشغول وهو خلاص مش هيعمل الدور، فكلمته واستاذنته وقال لي اوكي، فاروح اعمله على طول. طب ايه اكتر فيلم في السينما حسيت بنجاحه؟ حسيت بنجاحك انت يعني؟ بالنسبه لي يعني حسيت بنجاحك في الشارع. اصل اقول لك يعني مثلا صرخه نمله ما جابش ايرادات في السينما، لانه نزل برضه في ظروف وقت ثوره ووقت مشاكل. فبس رد فعله بقى لما نزل في التلفزيون فاجئني بشكل غير عادي. وحتى الان برضه الناس تقعد تقول لي افيهات من الفيلم ومواقف من الفيلم كده يعني. طبعا. بس اكتر فيلم نجح جماهيريا وجاب ايرادات كلمني شكرا. كسر الدنيا. ما اتضايقتش من الناس اللي حاولت تهاجم الفيلم في وقتها؟ يعني ده كان بطوله ليك في وقت صعب. ناس كتير هاجمت الفيلم وافيهات وايحاءات وحاجات، وناس كتير حاولت تخبط في الفيلم. لا ما بتضايقش خالص، كل واحد حر في رايه. انا طالما قلت كلمه، الكلمه خرجت مني ما بقتش ملك، بقت ملك اللي يسمعها. صح. هو بقى يشوفها بطريقته، يسمعها بوجهه نظره، يعبر عن رايه براحته، انا ما اقدرش اعلق على رايه.